مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو مون ساك؟ ما هي ميزات مون ساك؟ ما هو مون ساك؟ يهدف مون ساك إلى إدخال تغييرات رائدة من الاحتفاظ برمزه المميز. ما هي ميزات مون ساك؟ ساك متاح للتداول في عدد متزايد من البورصات، على الرغم من أنه يمكن الوصول إليه حالياً على بانكيك سواب. تم تصميم داب بغرض توفير فائدة أساسية للمستخدمين، تتمثل في الوصول بسهولة إلى أحد أكثر الأطر والوحدات المالية ملائمة. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.